مساء الخير يا فندم، مساء الخير يا استاذ احمد، بحضرتك والساده المشاهدين. قول لنا يا فندم بالراحه كده، الشروط ايه هي يا فندم اولا؟ تمام، هو زي ما حضرتك قلت في المقدمه، في عندنا احنا بنوفر القدره دي بتغطي الشقق لمحدود الدخل متوسط الدخل. محدود الدخل ببساطه التعريف بتاعه ان هو دخله كفرد اعزب لا يزيد عن 4,500 جنيه في الشهر. نعم. لو فرد أعزب. لو أسرة لا يزيد دخلها الدخل الشهري عن 6,000 جنيه. أنا هنا بتكلم الصافي، صافي الدخل يعني أربعة، يعني اللي بيقبضه في جيبه يعني. الأعزب 4,500 وبالنسبة للأسرة 6,000 جنيه. نعم. لو هو عندنا أسرة سواء يعني ممكن الراجل والست ممكن يتاخد 3,000 هو 3,000 في 6. دي الحدود القصوى لمحدود الدخل، الحدود القصوى. يعني ممكن أو يبقى دخلي أربع كأسر 4,000 هياخد، دخلي 5,000 هياخد، دخلي كأعزب 3,000 هياخد. أنا بقول الحد الأقصى لما يسمى محدود الدخل 4,500 للأعزب لو واحد لوحده، أو لو أسرة 6,000 جنيه، اللي هو صافي الدخل. صافي الدخل. صافي الدخل. فده كده. في عندنا عامل آخر إن هو شقة الحد الأقصى لشقة محدود الدخل ب 350,000 جنيه، بمعنى ممكن يبقى فيه شقق اقل بس ده الحد الاقصى للشقه، يعني ما ينفعش محدود الدخل ياخد شقه ب 400 جنيه او ب 500 400,000 لا قصدي 400,000 او 500,000، الحد الاقصى 350,000، بمعنى ان ممكن يبقى فيه شقه متوفره له ب 250 ب 300 فممكن ياخدها، انما الحد الاقصى للشقه 350,000. ايوه ده بالنسبه للمحدود. لو جينا على المتوسط هنلاقي الحد الأقصى للأعزب أو للفرد 10,000 جنيه والأسرة 14,000 جنيه. وبالنسبة لي تاني معلش، المتوسط كام في الشهر؟ الأعزب أيوة لو واحد ياخد شقة 10,000 جنيه أيوة حتى أقصى والأسرة كزوج وزوجة 14,000 جنيه. نعم ده وفي نفس الوقت إن الشقة الحد الأقصى للشقة ما يزيدش عن 1,000,000 جنيه. يعني ممكن ياخد شقه ب 800، ياخد شقه ب 700، ياخد شقه ب 900، انما لحد مليون شقة لغايه مليون. كويس لغايه مليون. كويس مليون. طيب اللي عايزين نقوله المبادره دي قيمتها في ايه؟ اولا لها يعني المبادره دي ما حصلتش قبل كده عشان نبقى واضحين. احنا بنتكلم النهارده على سعر فايده 3%، بنتكلم على فتره تقسيط 30 سنه. فاحنا لو بحسبه بسيطه كده واحد يعني بالنسبه لمحدود الدخل، محدود الدخل في حاجه كمان مميزه ليهم ان بيحصل دعم نقدي من الدوله ليهم عن طريق صندوق الاسكان الاجتماعي. دعم نقدي بمعنى لو شقه ب 350,000 جنيه هو المطلوب بيبقى ان هو يدفع مقدم 15% على 3 سنوات.